وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القدس المحتلة السيد إسماعيل المسلماني الخبير في الشؤون الإسرائيلية. سيد المسلماني، الآن هناك لهجة أمريكية تقول إنه لا يجب وقف إطلاق النار بين إسرائيل والجماعات المقاومة الفلسطينية في غزة لأن ذلك ربما يصب في صالح حماس. هل تعتقد أن في ذلك ربما انحراف للدور الأمريكي المفترض كوسيط محايد في هذه الأزمة؟ صباح الخير لك ولكافة المشاهدين الكرام. واضح أن التصريحات بدأت تختلف منذ بداية 7 أكتوبر ولغاية هذه اللحظة، بعد الوصول من التقارير والتأكد من الصحافة وسقوط الرواية الإسرائيلية، وخاصة أن المختطفين بين قوسين لدى المقاومة الفلسطينية وخاصة من ذوي الجنسيات المختلفة، وهذا مطلب الأمريكي منذ بداية هذه الحرب، وبعد الضغط للمؤسسات الدولية والمؤسسات الموجودة في داخل أمريكا على بايدن بأن ما يجري في غزة يفوق التصور، وأن الدمار الهائل والقصف الذي لم يتوقف نهائيا، وخاصة أن إسرائيل لغاية هذه اللحظة لم تجري أي إحراز في أي تقدم إلا سوى قتل الأطفال وقتل النساء كما نشاهد أمام العالم. صباحا يودعون الشهداء في كل يوم، وها نحن ندخل اليوم 25، وإسرائيل وبنك الأهداف ما زال متواصل الضرب بشكل مكثف، الأهداف بقيت كما هي. على العكس، نتنياهو أعلن عدم تدخل أي دولة بشكل واضح، وطلب بأن لا يطلب أحد منا أن نوقف هذه الحرب. الإدارة الأمريكية مباشرة في تعامل وتضليل أحيانا من قبل الإدارة الأمريكية من أجل أولا وجود القواعد الأمريكية في المنطقة بسبب الهجوم من قبل الفصائل المقاومة من مختلف سواء سوريا العراق اليمن، هذا أثر بشكل كبير على الإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط، وهذا مما يدفع بأن إسرائيل لغاية هذه اللحظة لم تنجز ما يتم إنجازه بالرغم من وجود القوات الأمريكية، وهناك دلائل تشير بأن القوات الأمريكية تشارك في داخل الحرب بالإضافة إلى الأساطيل البحرية، وهناك كان بالأمس تحرك بحري من أكثر من دولة وعلى رأسها الإدارة الأمريكية مع والدعم العسكري والدعم المادي الذي يقدم. هذا تناقض بالإعلام، محاولة عدم تدخل المنطقة الإقليمية من أجل عدم توتير المنطقة، وخاصة مصالح الإدارة الأمريكية في المناطق العربية بدأت تتضرر في داخل القواعد الأمريكية وارتفعت نسبة الهجوم. أعتقد هذه من شأنها أن تضع إسرائيل في مأزق أكثر على المستوى الخطاب الأمني، وخاصة شاهدنا المقاومة الفلسطينية تستخدم أوراق الضغط فيما يخص موضوع الملف الأسرى وتكذيب الجانب الإسرائيلي في أستاذ إسماعيل، وأنت تتحدث الآن نتابع هذه المشاهد التي تأتينا مباشرة من داخل غزة لاستمرار القصف العنيف كما يبدو في الصورة، ربما بعد سماع أصوات طيران حربي عسكري إسرائيلي في سماء غزة في هذه الأثناء نتج عنه هذه الانفجارات الكبيرة التي لم تتوقف عن شمال غزة تحديدا أستاذ إسماعيل، وهناك ضغط إسرائيلي كبير على السكان للنزوح جنوبا وبالتالي قصفهم أيضا جنوبا، فبالتالي بنك الأهداف الإسرائيلي ربما يتحرك رويدا رويدا، تراه أستاذ إسماعيل في تدمير الجزء الشمالي من قطاع غزة تمهيدا للوصول إلى منتصفه ثم إلى جنوبه. نعم، وهذا صحيح. مسؤولون أمريكيون قالوا ليلا بأن ما يجري الآن فرصة إحراز موضوع الرهائن أصبحت بطيئة، والتدخل أصبح
بطيء، علما ان كان هذا مطلب الاداره الامريكيه بوجود الجنرالات الذين قالوا التروي لعمليه الدخول، وهذا يؤكد ان هناك تناقض في الاداره الامريكيه في تصريحاتها. بالامس بعد نشر الفيديو الذي تم نشر الاسيرات، يطالب نتنياهو بالافراج الفوري العاجل وتحميله المسؤوليه عن الفشل، وعليه ان يقدم التنازلات للافراج عن الفلسطينيين. هذا الفيديو أثار يعني صدمة مشابهة للسابع من أكتوبر، واعتبرها نتنياهو إرهاب نفسي. لاحظ أنه على مستوى يؤاد جالانت ودانيال ونتنياهو بالخطابات بالأمس الثلاثة كانت واضحة بشكل واضح مطالبة السكان بالتوجه من الشمال إلى الجنوب، ويدعوهم للمرة الأخيرة بإفراغ المنطقة بشكل كامل. ثانيا استمرار الحرب وعدم إيقافها لحين تنفيذ القضاء على حركة حماس، وهذا كان نتنياهو في الخطاب، وأشار عدم تدخل أي أحد من الدول يطلب منا أن نتوقف، وسيكون الليلة عنيفة، أقصد منذ ساعات الليل بعد نشر الفيديو لغاية هذا ساعات الصباح ما زال القصف متواصل، وهذه ورقة ضغط يعني تضغط عسكريا على الأهالي من أجل يعني تنازل المستوى السياسي فيما يخص في موضوع تبادل الأسرى، علما أن دانيال بن قوسين أشار أن لدينا معلومات وقد حررنا مجندة سابقا، وهذه الرواية يعني لم تقنع حتى الشارع الإسرائيلي، لكن هو أشار بأن لدينا معلومات أين هم موجودون جزء من الأسرى، وسوف ندخل في عملية الاختطاف، مع الإشارة أكد بأن الوقود لن يدخل، والإدارة الأمريكية تقول بأن هناك 100 شاحنة سوف يتم دخولها اليوم مع الترتيب الجانب المصري أي الرئيس السيسي. كل هذه التناقضات، لكن على الأرض ما نشاهده القصف المتواصل، واضح أن منطقة قطاع الشمالي هو سوف يصبح جزء لا يتجزأ من الأهداف الموجودة، بمعنى أن ممكن أن يحصل انفجار سكاني، ومرة أخرى تفرض إسرائيل عملية التهجير إلى منطقة سيناء، بالرغم من الموقف المصري بخصوص عدم أو قبول على أرضها أن يتم موضوع التهجير، لكن يبدو أن إسرائيل تضغط على السكان، وهذا يعني ممكن أن يؤثر بهدف خلق غلاف جديد أمني، وخاصة منطقة الشمال، لأن كل التركيز الضربات والتي أصبحت الآن هي كامل مسح كل المباني الموجودة، وادعاء بين قوسين بأنهم قاموا بإلقاء أكثر من 700 هدف هم موجودين، ومقتل العشرات الموجودين أثناء خلال اليوم الرابع على التوالي من إعلان الاجتياح البري المحدود. واضح أن الآن هي مرحلة كسر عظيم، بمعنى من يفرض المعادلة في هذه المعركة من أجل تقديم تنازلات، الجميع على الشجرة لغاية الآن هذه اللحظة، لكن أوراق المقاومة هي الأكثر في هذا الجانب، بالرغم من الدمار الهائل الموجود في قطاع غزة والحالة الكارثية الموجودة، وتسليط الأضواء على المستشفى باعتبارات أمنية بأن قادة حماس هم موجودون، وهذا مبرر وغطاء من أجل استمرار عملية الدفع للقتل واستخدام، أكدوا هناك في مصادر طبية بأن القنابل الفسفورية وجدت على أجسادهم للجرحى والشهداء الذين، وهذا محرم يعد دوليا. إسرائيل تجاوزت الخطوط البنفسجية وليس الخطوط الحمراء لقطاع غزة. طيب سيد اسماعيل، هناك خلافات في هيئة الخطة الأمنية وانتقادات كثيرة لأداء الحكومة الإسرائيلية، إلى أي مدى سيؤثر هذا على أداء الحكومة الإسرائيلية؟ أولا هناك نوعين من الانتقادات، النوع الأول على المستوى أهالي المختطفين والذين شعروا باستياء كبير وترتفع أصواتهم بشكل كبير جدا، مطالبين بالإفراج الفوري لطالما هم أحياء، وبدأت المصداقية من قبل أهالي المختطفين إلى المقاومة أكثر وأكثر،
وخاصة أن الكذب للحكومة الإسرائيلية من قبل التصريحات على المستوى يوآف جالانت، على مستوى دانيال هاجاري، على كافة المستويات الأمنية، شعروا بأن هناك تزييف للحقائق والأقوال التي والمقاومة تقدم الرواية عبر الإعلام بشكل أدق، مما دفع الأهالي بأن إسرائيل استخدامها لعملية الاجتياح قد يقتل فعلا. وهذا بالأمس ما أكدوا سرايا القدس وأبو عبيدة للقسام الذين أكدوا أن استهدافات القصف مستمرة. هذا جعل الكرة في ملعب الإسرائيليين، يزداد عملية الانتقاد. المستوى الثاني من الانتقادات المعارضة التي بدأت الآن تتحرك بشكل كبير. هناك دعوات بالاستقالات، لنأخذ على سبيل المثال ليبرمان الذي يهاجم لكون أنه ليس عضو في الكابينة الحربي، وبالتالي بدأ يهاجم بأن كان لديه معلومات حول هذه المسألة. شاول موفاز الوزير السابق في الحكومات السابقة أيضا تكلم يجب أن إتمام عملية الصفقة وأن نتنياهو فاشل. يهود أولمرت، يهود باراك، مسؤولين كبار بدأوا يتكلمون عن إدارة الحكم. وشاهدنا انتقادات وتغريدة نتنياهو لاتهامه لرؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية، ثم قام بالاعتذار وسحب هذا الاتهام. نتنياهو الآن في مأزق حقيقي سياسي وعسكري وأمني. ربما أيضا أستاذ إسماعيل، الشارع الإسرائيلي نفسه في تل أبيب خرج منتفضا في مظاهرة شاهدناها يعني تطالب إسرائيل، تطالب الحكومة بالرجوع عن هذه المخططات. هذا الضغط من الشارع، هذا الضغط من أهالي المحتجزين، هذا الضغط من جنرالات كبار سابقين أو حاليين في الحكومة أو في الجيش الإسرائيلي، هل يمكن أن يؤتي ثماره بالضغط الشديد على الحكومة، عن إثناء الحكومة عن مخططاتها، أم أنها كما نراها على الشاشة تواصل عمليات القصف دون استماع لكل هؤلاء؟ يعني مرة أخرى إسرائيل بتجربة الحروب السابقة والمفاوضات تحت النار، ومصر هي أكثر دولة لديها تجربة في قضية التنصل من الاتفاقيات. شاهدنا في معركة وحدة الساحات وقبلها معركة سيف القدس كيفية إجراء المباحثات التي تحصل. مسؤولون ينفوا، مسؤولون يؤكدون، مسؤولون تهدئة، هدنة، استخدام تعبيرات مصطلحات. إسرائيل ليست بسهولة تقبل أن تدفع ثمنا خاصة في ظل وقت الحرب الموجودة، علما أن المفاوضات الآن تجري تحت النار وتحت القصف الموجود. هناك جهود ما زالت، حتى كان 11 صباحا قالت بأن الجهود ما زالت مستمرة لحول موضوع ملف الرهائن، لكن الساحة الإسرائيلية الآن ارتفعت الأصوات المعارضة لحكومة نتنياهو وفشلها، وخاصة أن جزء كبير من الوزراء اعترفوا بالمسؤولية والمؤسسة الأمنية والعسكرية، فقط ما عدا نتنياهو الذي لغاية هذه اللحظة لم يعترف. هناك مطالبات، لكن بنفس الوقت هو ما زال يمسك زمام الأمور خوفا من العديد من القضايا وأبرزها موضوع المحاسبة والمساءلة. سيد إسماعيل تسمعني؟ يعني سقوط نتنياهو عن السياسي، وهذا ما يدفع نتنياهو الآن أن يصدر الهجمات بشكل أكبر وأكبر، مما يدفع المنطقة إلى حالة الغليان، وقد تمتد المسألة إلى الجانب الإقليمي بشكل أكبر، لأن ما يبدو أن الموقف الإسرائيلي الآن هو واضح استمرار الحرب باتجاه حركة حماس وباتجاه المدنيين والوصول إلى الأهداف التي هم يعتقدون أن من خلالها الوصول. ولقد جلبنا لكم مجندة أعطوا لنا الفرصة، بالإضافة أن المسؤولين العسكريين والأمنيين لا يجاوبون الصحافة تحت اعتبارات أمنية سرية، وبالتالي هذا تعبير عن أزمة موجودة بين المستويات الثلاثة، السياسي والأمني والعسكري. حتى الشباب في قضية رونين بار قال يعني قضية نشر المحتجزة يعني كان عليها خلاف حول نشرها مسبقا ونتنياهو أجل، وبالتالي ما زالت المسألة قائمة حول الخلافات في المستويات الثلاثة. ويبدو أن إدارة المعركة من قبل الحكومة
الحالية الآن لا تجيد طريقة إدارة بالرغم من وجود الأمريكان ووجود العديد من الدول التي تقدم النصائح. واضح أن إسرائيل في أزمة كبيرة، خاصة أن صعودها إلى الشجرة ونزولها عنها يتطلب الكثير، بالرغم من الضغط من الشارع الإسرائيلي ارتفع بشكل كبير أن يتم. طيب سيد اسماعيل، يعني صفارات الإنذار التي تدوي في إرز في غلاف غزة واستخدامه واستهداف المستوطنات لا يؤثر على قرار الحكومة الإسرائيلية أو يغير أو يزيد الضغط على نتنياهو؟ طبعا بطبيعة الحال الوضع الإسرائيلي الآن حالة مربكة، يعني بالأمس وصلت الصواريخ إلى تل أبيب ووصلت إلى مدينة القدس، يعني ما زالت الصواريخ تتكلم، ودلائل سياسية أن الحرب قائمة، اليهود معظمهم موجودين في الملاجئ، لا توجد حياة طبيعية مستقرة، الوضع الاقتصادي خطير جدا جدا في داخل إسرائيل. في اليوم 16 منعت الحكومة الإسرائيلية أن يتم الحديث بالموضوع الاقتصادي تخوفا وتحسبا من التصنيف الائتماني قد يشكل ضررا للمستوى الأمني والعسكري فيما يخص الحرب. الوضع هائل جدا. صباحا على سبيل المثال وافقت الحكومة بإحضار جزء من العمال الفلسطينيين، هناك قطاعي الزراعة وقطاع العمال، حالة انهيار في داخل إسرائيل وارتفاع الأسعار بشكل مخيف جدا، الشركات تتدمر، كل هذا يستدعي الأمر أن المقاومة ما زالت مستمرة، وطالما أن الإنذارات بكل ساعة يتم إطلاقها سواء على غلاف غزة أم على المدن في داخل مثل عسقلان والسبع والمناطق المحيطة، كل هذا يستدعي أن لليوم 25 على التوالي أن ما زالت المقاومة مستمرة، وهذا يعني أن استنزاف كامل للوضع الإسرائيلي الداخلي مما يدفع الخروج والعديد هناك. أعتقد اليوم أو غدا سوف تخرج العديد من الأصوات الذين يطالبون نتنياهو خاصة في الجانب الاقتصادي، لأنه فعلا هناك أزمة خطيرة جدا على المستوى الاقتصادي في داخل إسرائيل، والحياة المعيشية فيما موضوع التعليم منقطع نهائيا، جزء من المناطق تتعلم أونلاين، جزء لا يتعلم، يعني هناك إرباك بين المؤسسات، هناك اتهامات بين وزير التعليم ووزير المالية لسموتريش حول الميزانيات، هناك وضع مقلق كبير جدا، تم الحديث صباحا وكشف بعض المسؤولين بأن ما يجري من المصانع والمؤسسات والشركات تعرضت إلى أضرار، خسائر هائلة جدا، أرقام ممكن أن لا نتخيلها، لأنه لليوم 12 كان الحديث عن 18 مليار دولار وبعدها تم إيقاف الحديث عن الخسائر. طبعا هذا تحت عناوين الحرب وسرية الحرب لعدم كشف الخسائر أمام بين قوسين، والتصنيف الائتماني الإسرائيلي يعني تحت المراقبة الآن ربما تمهيدا لخفضه من قبل مؤسسات التمويل الدولية. لكن أيضا أستاذ إسماعيل، بالإضافة لما يجري في الداخل الإسرائيلي من مواقف متباينة، الآن فاينانشال تايمز البريطانية تتحدث أنه يجدر بحكومة إسرائيل أن تعلم أنه لن يكون بوسعها تدمير المقاومة بشكل كامل. الجنرال الأمريكي السابق روبرت إبرامز تحدث في وسائل إعلام أمريكية، قال إنه من الصعب على إسرائيل أيضا تنفيذ أجندتها بالقضاء على المقاومة مع حماية المدنيين، لأن نظام الدفاع الذي قامت به المقاومة يصعب أمره وأمر لم نره من قبل كعسكريين. فبالتالي الضغوط بدأت تتزايد رغم حدة القصف والاستهداف وأعداد الشهداء الكبيرة الذي تجاوز ربما 8300 شهيد. نعم هذا صحيح، يعني في بداية الحرب أو من سابع من أكتوبر المزاج العام لإسرائيل كان القتل، حتى الاستديوهات والقنوات العبرية، المراسلين والصحفيين والمحللين وحتى دعاة الديمقراطية الذين كانوا في الجانب الآخر للمعارضة كانوا كلهم بالمزاج العام القتل لشدة وهولة السابع من أكتوبر التي أصابت
الصدمة في داخل المجتمع الإسرائيلي. الآن الصورة اختلفت إلى حد ما، خاصة بعد سقوط الروايات والتي غير مقنعة في قضية ذبح الأطفال، لا أريد التطرق إليها لأن تم الكشف والحد الحديث عنه من الإعلام الغربي الذي تراجع وتنازل واعترف وأساء للصحافة المهنية التي تم الحديث بها. هذا كله من شأن يؤدي، لا ننسى أن 250 ألف مستوطن هم خرجوا من منطقة الجنوب ومنطقة الشمال إلى الوسط، وهم حاليا الآن موجودين في الفنادق. هناك ضغط كبير على الحكومة الإسرائيلية، هذا لوحده تسجل صورة انتصار للمقاومة. وبالتالي نلاحظ أن إسرائيل تمارس عملية النزوح بالنزوح، التهجير بالتهجير، مثل ما حصل مع الجنوب والشمال من قبل حزب الله إلى آخره، استدعى الأمر، وبالتالي إسرائيل في حالة إرباك. هذا مما جعل أن صور الانتصار لدى الإسرائيل لم تحقق لغاية سوى على المشاهد الفضائية والأطفال والنساء والمنشآت التي نشاهدها. إسرائيل لغاية الآن تبحث عن ثمن وصيد كبير. على سبيل المثال، صباحا قاموا في الضفة الغربية بهدم منزل صالح العروري التابع لحركة حماس، بهدم بيته في منطقة عرورة في رام الله، وكأن هذا ما يجري في الضفة الغربية بالاجتياحات لجنين ونابلس صباحا اليوم، هو تعبير عن ضعف ما يجري على الحدود. لغاية هذه اللحظة ما زالوا هم على الحدود في المنطقة الشمالية، وبالتالي المقاومة ما زال. هذا انعكس بشكل كبير على الشارع الإسرائيلي، أن لا يوجد إنجازات وثمن كبير في كل مرة، يعني تتكرر يؤاب جالانت على الإعلام، دانيال هجاري، نتنياهو، التصريحات أصبحت استوانة مشروخة ونفس اللغة ونفس اللهجة التي يتم القضاء على حركة حماس. طب كيف يعني القضاء على، يعني هم يتساءلون في القنوات العبرية، يعني كيف يتم القضاء على حركة حماس؟ ما الذي يعني من الذي ممكن أن يمسك زمام الأمور في داخل قطاع غزة؟ ما بعد هاي العملية الدخول، وإن تم الدخول والحسابات كلها بدأت من أحوال الطقس مرورا للعوامل الخارجية والتهديدات، إيران، اليمن، سوريا إلى آخره، مما أدى إلى أن يكون الموقف هذا نزول عن الشجرة. الدخول، الحدود، العمليات الموسعة تسمى الجراحية، بمعنى الدخول بشكل تدريجي والقضاء على أهداف المنصات للمقاومة الفلسطينية للصواريخ. هذا رفع بشكل كبير جدا الشارع الإسرائيلي، وجودهم في الملاجئ، وجودهم في الفنادق، المؤسسات الاقتصادية، الوضع التعليمي، الحالة الاجتماعية غير مستقرة. هناك ضغط كبير تماما، مثل يوجد ضغط أكبر وأكبر على قطاع غزة. غزة الآن لم تعد تخسر شيئا ممكن أن تخسره، لكن أوراق المقاومة هي أقوى بكثير، لأن لا شيء الآن الحديث يعني التنازل عنه. إسرائيل تريد أن ترفع المقاومة الراية البيضاء، وهذا لم يحدث في داخل غزة لأسباب كثيرة، أهم العقيدة والإيمان الذين، ولا شيء يخسرونه الآن، يعني كل شيء تدمر، فقدوا أبنائهم وفقدوا أحبائهم وفقدوا أقاربهم، وبالتالي لا يوجد شيء ممكن أن يخسره. وبالتالي الملف الأقوى أوراق الضغط لدى المقاومة أكثر من الشارع الإسرائيلي. الشارع الإسرائيلي يحب الحياة، يحب الخروج والتكيف. انظر، لا توجد رحلات، يعني إلى جانب كل هذه المعطيات التي تذكرها سيد إسماعيل، يعني ويشير أيضا عدد كبير من الخبراء السياسيين أن إسرائيل تتصف بالنفس القصير، وهذه المعطيات لا تساعدها على تكملة الحرب، وخاصة يعني لو دخلت قوى مساندة خارجية لحماس والفصائل الفلسطينية. دعينا نحكي بالجانب أبجد هوز في علم العسكر، حتى مجيء الجنرالات الأمريكية وعلى رأسهم جيمس جيلين الذي يعتبر هو سفاح في العراق وأفغانستان وباكستان، وقدم المشورات الموجودة. الآن الدمار الذي دمر في المباني، نتكلم الآن بالجانب علم العسكر، أصلا هذا يساعد المقاومة الفلسطينية أكثر وأكثر فيما لو تم الدخول بريا. والكل الآن بدأ يتكلم بشكل واضح أن جاهزية الجيش للدخول أصبحت
هي مثل الأشباح الذين يصفون، وبالتالي إسرائيل تستخدم الطيران كوسيلة لإرهاب الناس الموجودة. كل هذا لن يساعد الموجود في داخل. هي إسرائيل تريد المزيد من السيطرة على الشمال القطاعي من أجل وضع غلاف أمني جديد واندفاع أكبر عدد ممكن من الأهالي إلى الوسط، وبالتالي تريد أن تحقق صورة انتصار أننا أخذنا جزء من القطاع الشمالي. وهذا ما تسعى إليه إسرائيل، أن تغير غلاف حتى تقنع عودة المستوطنين. المستوطنون يعني علقوا رؤسائهم بأكثر من تصريح أننا لن نعود إلى الغلاف لطالما أن حماس الغلاف موجود بشكل قريب، بالإضافة إلى الجبهة الشمالية التي ابتعدت حوالي 5 كيلو، لن يكرروا ما حصل من 7 أكتوبر. إذن نحن أمام معضلة بالنسبة لإسرائيل حول قضية الغلاف والترتيب. نحن نتكلم الآن عن الجغرافيا وليس عن أهداف على المستوى، وهذا ما يدفع للدفع باتجاه أن تعمل غلاف أمني جديد، وهذا الميدان الذي يقرر ما مدى الدخول. وبالتالي إسرائيل في موقف ومعضلة جدية، هي في مأزق حقيقي حول قضية الجغرافيا خاصة شمال القطاع التي هي تريد السيطرة عليه من أجل وضع غلاف أمني جديد مرة أخرى. بس قبل أن تعمل هذا الشيء، هي تريد أن تنهي كل المقدرات العسكرية للمقاومة الفلسطينية، بمعنى أن تصبح غزة خالية من الأسلحة الموجودة. هذا ما تسعى إليه في كل الضربات، وهذا يتطلب شهورا ويتطلب عاما. قالها أكثر من مسؤول أمني وعسكري، قال إن هذه ليست مسألة. في الضفة الغربية على سبيل المثال 30 ساعة تقريبا الجيش لم يستطع دخول مخيم طول كرم، الإجتياحات التي حصلت لمخيم جنين، فما بالك الحديث عن غزة التي واضح أن المقاومة الفلسطينية ألهمت الجميع بعناصر المفاجأة التي تمتلكها. ولعل مستوطنات غلاف غزة أستاذ إسماعيل والتي يصل عددها إلى حوالي 50 مستوطنة تمثل حوالي ثلث الإنتاج الصناعي الإسرائيلي، وفي ذلك ربما تأثير اقتصادي كبير على إسرائيل بفقد كل هذه المقدرات الصناعية الاقتصادية. لكن على ذكر الاتهامات المتبادلة بين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية وأجهزة استخباراته بالمسؤولية عن الفشل فيما حدث يوم 7 أكتوبر، لتبادل الاتهامات بينهما، اعتذار نتنياهو في النهاية عما قاله ولهجته تصعيدية ربما ضد أجهزة الاستخبارات، هل تعتقد أن هذه المسألة ستمر مرور الكرام أم ستضع شرخا ربما بين نتنياهو كرئيس للحكومة وبين أجهزة استخباراته؟ نعم، يعني هذا يذكرنا في مشهد أكتوبر حرب عام 73، يعني جولدا مائير استقالت، وموشي ديان في حينها، وشارون أيضا كان في حينها، وهذا يؤكد يعني ما مدى نفس التطابق ونفس التشابه. دائما في كل الحروب يتم تحميل المسؤولية للجيش، ويتم تحميل المسؤولية للمستوى السياسي وللرؤساء الأجهزة الأمنية لعدم تقدير الموقف الضغط، وخاصة المعلومات التي وصلت بدأت من 7 أكتوبر، و7 أكتوبر تبين بأن المستوى الشباك والمستوى العسكري والمستوى السياسي أيضا كذلك، بالرغم من أن ليبرمان تصريحاته الأخيرة قال كان لدي علم بأن هناك هجوما قبل سنوات طويلة يتم التحذير لديه، هذا بدأت تصريحات ووثائق يتم الحديث بها. بمعنى آخر يعني حصل ما حصل، وبالتالي هناك فشل أمني يعني تم اعتراف من قبل المؤسسة الأمنية والعسكرية والسياسية ما عدا نتنياهو. وبالتالي حتى نتنياهو في أثناء الحرب قبل يومين ألقى اللوم على أنه يفقد الثقة في رؤساء، وتم استدعاء أكثر من احتياط قائد يتم الحديث معهم. هذا رفع من وتيرة بأن نتنياهو لا يثق في يوآف جالانت، ونتنياهو لا يثق في هليفي. لاحظنا هليفي في الفترة الأخيرة لا يخرج إلى الإعلام مثل مثلا دينيال هاجي
الهجاري المتحدث باسم الجيش، يعني هذا إن دل على شيء أن هناك إخفاقات وأن هناك توتر وأزمات بين المستويات الثلاثة بسبب فقدان الثقة الموجودة. واضح أن الأزمات، الحديث يدور عن قبل أيام بأن جزء من الجيش طالبوا بتدخيل الخط الساخن الذي يطلق عليه الدعم النفسي، لأن هناك إحباط وهناك اكتئاب كبير جدا في أوساط الغلاف. نحن نتكلم عن أكثر من 300 ألف جندي متواجدين، كل مؤسسات الدولة متوجهة هناك بالدعم اللوجستي من التغذية إلى الطعام، رفع المعنويات، كل ساعة ساعتين يأتي مسؤول من أجل استنهاض ورفع المعنويات، والصور التي تشاهد على الإعلام. من هنا كان قطع الاتصالات لقطاع غزة لعدم وجود ما يكفي أولا عزل غزة، بالإضافة إلى عدم نقل الصور التي تحدث للشارع الإسرائيلي الذي فعلا جزء كبير جدا يتأثر بالرغم من مرة أخرى الهول والصدمة لقطاع غزة، إلا أن المقاومة ما زالت تخرج بين الحين والآخر تحت النار، تطلق الصواريخ، تطلق قوتها، سيطرتها على الحدود ما زالت قائمة. كل هذا يدفع بأن الجيش لديه خلل في الجهوزية في طريقة التعامل، وهذا يستدعي القوات أكثر وأكثر تحسبا أيضا لتدخل الجبهات الأخرى، وإذا تمادت عملية الدخول. لكن القصف المستمر الموجود على قطاع غزة هو الآن يستدعي الحاجة عالميا ودوليا التدخل. لقد يعني الأمور فاقت عن حدها، في كل يوم نشاهد صور المآسي الإنسانية في الأطفال والنساء، خاصة مع استمرار قصف المستشفيات يعني وانقطاع خدمة الكهرباء وعدم دخول الوقود. يعني في السيكولوجي في علم النفس، يعني إذا كان عدد غزة 2 مليون وعدد الأطفال مليون، فهم بحاجة إلى 4 مليون مرشد نفسي، يعني من أجل يعني استعادة ما يتم في الغرب، يتم منع الأطفال والأهالي مشاهدة الصور. هناك فيديوهات صادمة لواقع حال غزة، مآسي كبيرة يعني تحدث من تحت الأنقاض الموجودة وتحت المباني وصور الأطفال. أعتقد أن المستقبل لقطاع غزة لن يكون مشرق بهذه الطريقة وبهذه العدائية والكراهية ترتفع بشكل كبير، وبالتالي حالة الانتقام وحالة التضحية وصور الكبرياء التي يشاهدها أمام العالم كله، يعني هذا يعني يشكل بحد ذاته يعني مأساة كبيرة، يعني النساء والأطفال والشيوخ. وهذه المأساة مستمرة أستاذ إسماعيل كما نراها على الشاشة الآن، استمرار لهذا القصف العنيف والمستمر منذ ساعات، ربما ازدر كثافة في الدقائق الأخيرة كما نرى على الشاشة في شمال غزة، هذا الاستهداف المستمر بقصف عنيف تندلع بعده أو تتصاعد بعده سحب الدخان كما نرى. فبالتالي يعني هذا سيناريو لم يتوقف منذ 25 يوما، اليوم 25. لكن هل تعتقد أستاذ إسماعيل أنه في ظل ضغوط داخلية إسرائيلية الآن، ربما رئيس الموساد السابق تامير باردو قال إن إسرائيل تخلت عن مواطنيها وخانتهم، هذا الضغط المستمر من الشارع الإسرائيلي، من أجهزة استخبارات، من مسؤولين سابقين وحاليين، هو ما يدفع إسرائيل إلى هذا العتو في المواجهات، إلى هذا القصف المستمر بشدة على كل قطاع غزة، ربما لم يخلو متر مربع في القطاع من قصف إسرائيلي؟ نحن لا تنسى أن هذه معركة، وهذه المعركة يعني حرب، والحرب الإعلام هو الأخطر الآن في هذه المرحلة، وهي ما يطلق عليها الحرب النفسية. وبالتالي الحرب النفسية هي ذو حدين للجانبين، الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي. طبعا الحرب النفسية للجانب الإسرائيلي أكثر لأسباب عديدة كثيرة، كما ذكرنا أن الفلسطينيون يعني لم يعد هناك شيء أن يخسره، يعني انظر يعني المقابلات التي تتم مع النساء والشيوخ بالرغم من خسارة أبنائهم والرغم من خسارة أحبائهم وإلى هذا واضح أستاذ إسماعيل، لكن الضغط على حكومة إسرائيل في الداخل يجعلها تزيد من هجومها على غزة، يعني هل هذا ما نراه على الشاشة منذ أيام متفق مع بنك الأهداف الإسرائيلي، أم أن الضغط الإسرائيلي الداخلي
ربما عدم إحداث أي تقدم نوعي كما تقول التحليلات، ربما ما يدفع القوات الإسرائيلية لمزيد من القصف؟ نعم، مرة أخرى أنا أردت أن أقصد بأن ما يجري في قطاع غزة من الحالة الإنسانية يرفع المستوى السياسي الذي يعتقد بأن مواصلة الضربات والاستهدافات للمنشآت والمدارس وإلى آخره، تعتقد إسرائيل بأن هذا يشكل ورقة ضغط على المستوى السياسي لحركة حماس تحديدا بأن تتنازل أكثر وأكثر. يعني كلما قامت بعملية التهجير إلى منطقة الجنوب وقصف وأعداد الشهداء وأرقام الشهداء والجرحى وإلى آخره، هي ما زالت ترتفع. وردات الفعل شاهدنا بالأمس تحديدا بأكبر دليل على ذلك بعد نشر الفيديو الذي كان هناك ردة فعل قاسية جدا على المستوى الثلاثي، نتنياهو ويؤف جالانت ودانيال الذي طالب بالاستمرار بالحرب وسنواصل عملية الضرب القصف. وشاهدنا الليلة تحديدا قصف متواصل يعني بدقائق وأطنان من المتفجرات تنزل. كل هذا هم يعتقدون أن مواصلة هذه الضرب والفرص عامل الوقت الذي يلعب ممكن من شأنه أن يؤثر على الجانب. هذا ما نلاحظه، إسرائيل تتعامل بردات فعل وليست بخطوات محسوبة. وأكبر دليل على ذلك استهداف المدنيين واستهداف أكبر عدد، بالرغم أن الإدارة الأمريكية وحتى أوروبا يعني تقول لو تجنب المؤسسات في المجلس الأمن، يعني أول ما تم افتتاحها قالت بأن هناك أكثر من 85 قتلوا من قبل الموظفي الأمم المتحدة. يعني هذه كارثة موجودة. جلعاد أردان وضع القبعة الصفراء تعبيرا عن أن كل اللي قاعدين لم يدينوا حركة حماس الموجودة. هذا يدفع إسرائيل، خاصة الرأي العام الأوروبي والدولي، بدأ يتحرك لصالح القضية الفلسطينية، العواصم العربية والمواقف التي تخرج والتصريحات من قبل أكثر من دولة يدفع. وما حصل في داغستان وتركيا وإسبانيا المواقف، وأيضا الدول هناك دول أوروبية حقيقة لأول مرة تقف مع القضية الفلسطينية، تغيرت هذا يدفع إسرائيل بالمزيد من خطر وجودها. هكذا تعبر عن رأيها. تصريحات نتنياهو دائما يتكلم عن الوجود، إما نحن وإما هم، وكأنه الآن يعني يقول لأهالي المختطفين ولكل المعارضين الذين يطالبون نتنياهو بإنجاز الصفقة، هو يتكلم عن مستوى سياسي، عن وجود إسرائيل، عن مكانتها، هيبتها. ما حصل من 7 أكتوبر حركة حماس مست بهيبة إسرائيل بكافة المستويات. يعني وهذا الرأي نفسه عند الفصائل الفلسطينية، وإنها ليست حرب عادية بل يعني هي تحرير الأرض. يعني أستاذ إسماعيل، أيضا هناك تضارب بالآراء الأمريكية. محلل عسكري يعقوب كاتز يقول أن الدعم الأمريكي لإسرائيل سوف يتراجع لو فشل أو الغزو البري، ولن تحصل على الموافقة الأمريكية لاستمرار الغزو لفترة أطول. ولكن بالمقابل وفي نفس الوقت أمريكا تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لمتابعة هذه الحرب. يعني قبل ساعات تقريبا بالليل في الساعة 12 البيت الأبيض أعلن بشكل واضح باسم المتحدث كيربي وقال، وقف في الخطاب، نحن مع الحرب. يعني قالها بشكل واضح وبشكل ملموس لا غبار عليه. كل هذا تضليل للإعلام العربي وللإعلام الغربي بأن الإدارة الأمريكية هي تطلب من إسرائيل التريث، تطلب من إسرائيل تجنب المدنيين، إدخال المساعدات. يعني بايدن هو الذي الآن يقرر إدخال المساعدات أم لا، يعني يضغط على إسرائيل ويضغط عليه طبعا مع الجهود الدول العربية على رأسها مصر. وبالتالي يعني ما زال عملية التحكم موجودة وإرجاع الاتصالات. لكن كل هذا يبدو أن الإدارة الأمريكية تخوفها من المنطقة العربية، الحالة الغليان في المنطقة العربية تحركت بشكل كبير. شاهدنا لأكثر من 20 هجوما من قبل الفصائل المقاومة الموجودة سواء في سوريا أم العراق أم اليمن. هذا بدأ يحرك
ويرفع من وتيرة من شأنه. بدأ الخطاب الأمريكي يعني يحاول أن يضع إسرائيل في مأزق، بمعنى أن يعني تجنبوا أدخلوا المساعدات، يعني توقفوا، أعطوا فرصة لموضوع الدول أن تتدخل في موضوع الرهائن. كل هذا يستدعي كأنها تريد إظهار، لأنه لا ننسى أن المجتمع الإسرائيلي في بدايتها كان الجميع أجمع في كل القنوات التي قالت والمسؤولين والمستويات أن الإدارة الأمريكية هي في داخل الكابينت وهي التي تقرر ماذا تفعل إسرائيل، وكأن لا توجد إسرائيل، أن المعركة هي فعلا أصبحت مع الإدارة الأمريكية أو مع بدأت هذه اللغة يعني حالة من التوازن. الإدارة الأمريكية تريد خلق حالة توازن، بنفس الوقت من تحت الطاولة هي تعطي من فوق الطاولة وتحت الطاولة الضوء الأخضر من حقك الدفاع عن النفس. هذا المصطلح الفضفاض أو الشعار الذي يتم التناغم فيه، وبالتالي بنفس الوقت يعني أضرب كف عبد الطائية، يعني هذا المثل الشعبي الذي يقال يعني أقصف وثم دخل مساعدات. ما معنى هذا الأمر؟ بمعنى أن يعني أمريكا لا تريد أن تورط نفسها، وقالها وربما الولايات المتحدة لا تريد التورط أكثر، لكن صحيفة الواشنطن بوست قالت إن دعم بايدن الثابت لإسرائيل الآن يواجه ضغوطا وتحذيرات من داخل الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن الآن في ظل ربما موسم انتخابي شديد الحساسية. فبالتالي هناك من الداخل الأمريكي من يضغط الآن على القرار الأمريكي؟ نعم هذا صحيح، يعني هناك حراك الآن، يعني المساحة الحرية في داخل أمريكا هي أكثر بكثير من الموجود، وبالتالي هناك ضغط بأن هناك عداء أصبح وكراهية في المنطقة بعد 11 سبتمبر كلنا نذكرها قبل 23 عاما، والتي يعني خلفت آثار كبيرة مع الإدارة الأمريكية والشعب الأمريكي الأمريكية في المنطقة. كان هناك عداء يعني سنوات حين رممت، الآن عادت إلى المشهد مرة أخرى، هناك عداء للإدارة الأمريكية في المنطقة، وهذه أصبحت واضحة. صورة بايدن بدأت تختلف حتى من داخل الحزب الديمقراطي، هناك مطالبات مثلا على سبيل المثال الميزانيات التي توضع من قبل الكونغرس الأمريكي هناك خلاف عليها، 106 مليار دولار يتم تمريرهم إلى إسرائيل وجزء منهم إلى السلطة الفلسطينية وحسب رأيي وجزء من هذه الأموال، هذه كلها يعني تدفع باتجاه الكراهية أكثر في المنطقة، وأن إدارة بايدن ليس حازما في الجوانب المختلفة، وأن اندلاع الحرب الإقليمية سببها الإدارة الأمريكية. انظر إلى تصريحات إيران على سبيل المثال، تصريحات أردوغان، تصريحات رؤساء الدول العربية، أن سبب المشكلة الحقيقية الآن هي الإدارة الأمريكية، هي التي تورط في المنطقة وتزيد من حالة الغليان في المنطقة. رغم أن الولايات المتحدة تقدم نفسها دائما في هذه الأزمة على أنها وسيط محايد. أشكرك حتى ساعة ضيفنا من القدس المحتلة الأستاذ إسماعيل المسلماني الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لوجودك معنا.